ارحب بمصممه الديكور دانا فواز. يسعد صباحك يا دانا. يسعد صباحك. والله انا اللي اشوفه اصبحت البيوت ممله، كلها رمادي وبيج وابيض وكذا. فين ايام زمان الحركات والوول بيبر والالوان والاشياء المبهجه؟ ولكن يبدو هو ده الاختيار الاكثر عمليا للناس. خلينا نتكلم عن انه كيف اليوم اقدر ادخل بعض الحيويه في الديكور المنزلي. احنا اول شيء بدنا نعرف انه اللون كثير مهم. اللون هو اداه تواصل بس صامته، فانا حسب اللون اللي بحطه هو اللي الشعور اللي انا بدي اوصل لك اياه، حتى مش بس بالديكور، بكل شيء يعني. وبينعكس علي وعلى حالتي النفسيه والمزاجيه. طبعا يعني انا اذا بدي خياكي تكوني مرتاحه ريلاكست بحط لك الالوان البارده اللي هي مثل الازرق، مثل ما شايفين هون الاخضر. هلا هون نحن مستخدمين في ثيوريز للالوان، في شيء اسمه كومبلمنتري كولرز وفي شيء اسمه انالوجوس كولرز. الانالوجوس اللي هن الالوان لحد بعضها، اذا انت شايفه هون بال هذه دائره الالوان. الالوان اللي حد بعضها هن اللي بسمون انالوجوس. احنا فينا ندخل هول الالوان لحد بعضها بنفس الاريا، يعني بنفس المكان. او فينا ساعتها نستخدم الكومبلمنتري اللي هي الالوان المضاده لبعضها. يعني مثلا عندنا هون مثلا البلو، اذا شايفه هون في بلو اللون المضاد له اورنج، بس هون مثلا مستخدمين لا الانالوجس اللي هي ممكن كذا وممكن كذا. صح. وممكن تروحي على المونوكروماتيك اللي هو تدرجات الالوان اللي هن اغلب العالم هلا صاروا مستخدمين. يعني طيب خلينا نشوف هيدا مثلاً هذه الصوره، هيدا مثلا مونوكروماتيك، هيدا رمادي وابيض. صح. هلا نحن اذا انت بدك تغيري بنفضل ما نروح على هول القصص، هو الاحسن تستخدمي الالوان البيسك او الاساسيه، يعني مثل البيج والرمادي والابيض بالعفش الكبير يلي يعني مش صعب تغيريه، مثل البد، مثل السوفا مثلا، السرير والكنبه. صح. اما فيك تستخدمي هول الالوان اللي حكينا عنهم، كيف تستخدميه هون؟ فيك تستخدميهم بالاكسسوار مثل المخدات الصغيره. صح. الكنبه وعلى تدرجات يعني اللي هي 10% 30% 60%. ال10% هي اللون اللي كثير فاقع او الباتن اللي كثير فاقعه، زي هنا مثلا عندنا هنا الكنبة لونها أخضر. أي هون مستخدمين الأنالوجس اللي هو هيدا اللون الأساسي أو الأخضر. لا هو اللون الأساسي هو الأبيض مثلا أو البيج. الأبيض والبيج. ونحن مستخدمين هول الألوان اللي هو الأصفر الجرين واللايت جرين، ثلاثة ألوان. أي مستخدمينهم هون علشان نفوت كولر على أنا حلو هذا عجبني. بس طبعا نحن الألوان مثلا الدافية أو النارية بنستخدمها بالأماكن اللي بدنا فيها حيوية مثل أوضة القعدة. مزبوط. أما الألوان الباردة يفضل نستخدمها بأوض النوم. مزبوط. لأنه بتعطينا ريلاكسيشن، بتعطينا كالمنس، خلينا نكون مرتاحين. مزبوط. ردي تسليب. حلو. يعني طيب خلينا نشوف الصورة اللي بعدها كمان. ايه مثلا هون الكثير شوي الكثير من الحيوية. ايه شوي قوي. في بس برضه حلو، ليش لا يعني؟ هلا هو حلو، هلاك هلا ما بقى في قصة صح وغلط يعني. مزبوط. بالألوان. مزبوط. بس في أشياء مناسبة وغير مناسبة. يعني مثلا مثل اللون الأصفر، ومثلا هون السجاده عجميه ما مبينه على التي في. مزبوط. بس السجاده أيه. عجميه هلا صاروا عم يخلطوا بالستايلز، ما فيك تقولي لا. مزبوط. بس بالنهايه كل لون له فلسفته، يعني كل لون بيعطيكي هذا يعني الشعور. هذا خردلي اكثر. ايه نحن طبعا حتى لو بدك تستخدمي الالوان الناريه باماكن اللي هي فيها رواء تستخدميها مع تون تدرجات، يعني فيك تدخلي مع الاسود مثلا مثل الخردل بيهدي شوي للون. والازرق برضه اللي أيه الازرق من الالوان البارده فيك تستخدميها، ولكن شفتي اذا لاحظتي الورق الجدران المعجق ورا السرير. اي نعم. مش قدام السرير عشان انت لما تنامي ما تشوفي الورق الجدران بوشك، بطل تنامي. طيب عندنا كمان هذا الاصول هيدي مثلا ثانية. غلط لانه لك البراد حمر. ايه يعني شوفي انت قاعده بالوش التخت احمر ما فيك تنامي. والسرير البرد. اسود. والسرير اسود والسقف اسود، السقف لما يكون اغمق من الحيطان بيعطيك. والله انا شفت ناس مختارين هذه الاختيارات. ما هو دائما يعني بالنهايه في ناس بتنصحي. مثل انا عندي مره زبوني كان بدها لون الباب عندها بغرفة النوم يكون فسفوري، قلت لها ما بتنامي. لا ما هي حالة بيمر فيها الإنسان وبيجرب بيحس إنه هذا الأفضل لي. صح. طيب صح هذه صح من الأشياء الخاطئة في غرف النوم. هذه جميلة. هيدا صح. مثلا حتى هون مثلا ضلينا على البيجات بالحيطان ولكن استخدمنا ماتيريال غير. حلو. يعني مواد خامية غير، هيدا بيعطي دفى، فإذا أنت حابة تضلك على البيجات عشان ما يكون الممل للقصة بتغيري بالتكستشر بالماتيريال بالخامة نفسها. بالخامة يعني مثلا فيك تنقي حجر، فيك تنقي مخمل، فبت يو ميكس اند ماتش. بس هون كمان منقيين لون الاخضر اللي هو بيلبق مع برضه. حلو جميل جدا. وبالاكسسوار لانه نحن كثير عم نزهق
طبعا نقدر نغير. بنغير بالضبط، اشياء سهله التغيير يعني. نغير. طيب كمان عندنا صوره اخرى هوني، كمان مستخدمين هوني مستخدمين الكومبلمنتري اللي أيوة. هو عندك عكس البلو تقريبا الاورنج او الريد، ايوه الاحمر او الاورنج، فهيدا فيك تدخليه بالالوان اللي هي بيسك يعني. بتنقي الوان بيسك وبتدخلي فيه الالوان الكومبلمنتري مثل ما انت شايفه. معقول. طيب ونشوف الصوره اللي طبعا بعدها. بكميات قليله. هون كمان نفس الشيء، مدخلين البيج ومدخلين اللون الازرق، رمادي وازرق تقريبا. صح. او ما ادري انا شايفه صح اي رمادي، في اللون الرمادي برضه يعتبر كويس. يعني لا لا هذا منيح، هذا اللي غرف النوم يعني. هذا منيح مثلا. طيب عندنا هون مثلا هلا هيك بحبوا كل العالم الان اصبح ايوه كله ابغى ابيض ورمادي وبيج لانه ترندي، لانه ترندي. بس صدقيني مع الوقت الناس تزهقوا بتمل، لانه ابغى حسيت بالفراغ بالضبط. فانت حسب الاحساس اللي بيوصل لك اياه هذا اللون. فهذا كلاسيكي بحت، ما فيها شيء. هيدي مثلا كمان نفس الشيء، بتحسيها باهته بدها لون يعني. في ناس يشوفوها العكس، يشوفوها انها نور ويعني اضاءه اكثر ووسع. هقول لك شغله، هن ثلاث عوامل نحن مطلوب تو كونسيدر يعني ناخذهم بعين الاعتبار، اللي هو نعم. حجم الغرفه، نعم. وظيفتها للغرفه، واللايت اللي بقلب الغرفه. شكرا لك دانا فواز، شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا.